تعادل ايجابي 1-1 بين الاهلي والمقاولين في شوط اول متوسط المستوى. كابتن شريف، اعتقد تعادل مقنع الشوط الاولاني، الماتش كان مفتوح وكان سجال بين الفرقتين. بسرعه كده هقول لك اللي احنا قلناه في قبل المباراه. التغييرات اللي حصلت في دفاعات النادي الاهلي والشكل عموما يعني، وقلنا هنشوف هل هيكون لينا احنا الشكل الطبيعي بتاع النادي الاهلي ولا المقاولين هيستغل الكلام ده. انت جبت جول كويس قوي، والنهارده في تفوق واضح لنبيل كوكا اللي هو بيلعب في نص الملعب. فانت ما قدرتش بعد الضغط والجري الكتير، ولكن بدون هدف، يعني تحس ان في غربه بين بعض الاطراف او اللعيبه مع بعض. مفيش انا حافظ انت بتلعب ازاي وبتحرك لك ازاي، ولعيبه مختفيه يعني. شويه شويه اتفرج الاقي قفشه موجود، كريم الدبيز ده انا ما حسيتش بيه خالص في اي هجمه مثلا، او عمل اي زي مثلا، مش هنقارن بمعلول، انما طابع الناحيه الشمال نفس الكلام بالنسبه للغربه بتاعت فخري في ناحيه اليمين. طبعا ده مكان صعب او مكان جديد عليه خالص، فهو ده تبن التعادل اللي احنا شفناه النهارده. حتى الكره وهي بتتلعب في الضربه الثابته علينا، لو الديفندر بتوعك الطبيعيين موجودين ما افتكرش انها هتتاخد في الاولانيه ولا هتتاخد في الثانيه. فالشكل الطبيعي اللي انت شفته ده طبيعي جدا بالنسبه للتغييرات اللي حصلت يعني. صحيح. كابتن علاء، تعادل ايجابي، وشفنا زي ما الكابتن شريف ما كانش فيه دور مميز للاطراف سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، خصوصا في الادوار الهجوميه. متوقع يعني، انا اللي بيحصل ده متوقع. كريم الدبيز بقاله فتره كتير ما بيلعبش، يعني اول مره يلعب النهارده ما اعتقدش هيقدر يعمل كل حاجه، خصوصا برضه بتلعب مقاولين النهارده، مقاولين مقفل شويه. على الجانب الاخر محمد فخري مش مكانه، ويعني هو بيأدي بيستلم بيسلم، لكن ما تطلبش منه مهام اكتر من كده، عشان بس تبقى ما نحطش اللعب كله عليه. ولكن تحس ان ما فيش ربط في 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 الفريق، يعني ما فيش ربط، يعني ما فيش باصه والثانيه والثالثه، ما فيش استمراريه. المقاولين مختلف تماما عن المباراه السابقه اكيد، لكن انت بتحاول تأدي. الهدف طبعا اتعمل حلو، او ديانج النهارده الميزه الوحيده النهارده ان ديانج بيكمل على طول ورا محمد شريف، اللي غالبا ما جبتوش كور كتير لان تمريرات محمد مجدي كتير قوي مقطوعه، ودي بس بتاخد على محمد مجدي النهارده. المفروض محمد مجدي موجود في وسط الولاد الصغار ده، هو اللي لعب الناس دي كلها. محمد مجدي هو اللي يدي الثقه لكوكا، ويلعب دبيس، ويلعب محمد فخري، هو يبقى المحور. يعني يمكن كولر عامل حاجه ان الشناوي موجود، برضه الشناوي وجوده اكيد هيشيل حاجات كتير جدا. محمد مجدي في نص الملعب هو اللي لازم يربط كل الناس دي مع بعض. لكن اعتقد الشوط الثاني ممكن يبقى فيه تحسن شويه عن الشوط الاول. كابتن اسامه، طيب هنروح لفاصل يا كابتن اسامه بعد اذنك، وبعدين نرجع لك مره ثانيه. فاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، شفت الشوط الاول ازاي؟ شوط متوسط زي ما متوقعين، هيبقى فيه حماس وفي اللعيبه عندها رغبه ان تعمل حاجه، لان اللعيبه كتير متغيره، ولكن الانسجام مش هيبقى كبير. اول 20 دقيقه لعبناهم بشكل كويس، توقعنا ان ممكن فخري هو اللي يبقى في النص وكوكا ورا وخلها فتح باك رايت. لا، هو لعب فخري باك رايت والدبيس، طبعا ظروفهم فخري مش باك رايت والدبيس لسه صغير وكده، مفيش وضوح ليهم في الحركه. لكن كوكا بقاله كتير ما لعبش. كوكا بيلعب رقم 6 وعمل شوط كويس على فكره. افضل كان ابرز اللاعبين. افضل لاعب تقريبا في الشوط، على الاقل عنده نسبه التمرير والتسليم والاستلام نسبه عالي. صحيحه صحيح. عاليه، وعمل الجون بشكل حلو قوي لديانج. ديانج بيلعب ناحيه اليمين وقفشه ناحيه الشمال. ديانج بيحاول وجاب جون حلو وبيتقد. لكن قفشه النهارده بعيد. كريستو وطاهر وشريف مفيش حاجه واضحه، مفيش حاجه واضحه. الماتش يعني ماشي هنا وهنا، بالذات الشوط الجزء الاولاني للاهلي والشوط والجزء الثاني من الشوط للمقاولين. واحلى ما في الشوط الهدفين اللي جم. صحيح. كابتن بلال، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول واللي ممكن يحصل الشوط الثاني. الشوط الاول خالي من التاكتكس. يعني هو واضح ان في رؤيه فنيه محدده الراجل بيبص عليه، بيشوف عايز يجرب لعيبه، عايز يشوف اللعيبه في اماكن. حتى النهارده تلاقي الاماكن مختلفه بتاعه اللعيبه. يعني احنا توقعنا خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، لا بيلعب في نص ملعب. احنا متوقعين كوكا ناحيه الشمال او سنتر باك، بيلعب في نص ملعب. يعني هو عنده رؤى فنيه
بيحاول ان هو يستكشفها ويكتشفها خلال المباراه. ده جرأة شويه من الكابتن شوقي، غريب ان هو ما احنا اتكلمنا في قبل المباراه وقلنا ان ممكن يبقى فيه يعني جرأة من شوقي غريب بالنسبه للتشكيل اللي موجود والاداء اللي موجود، لكن واضح ان في فصل ما بين الثلاثة اللي قدام وبقية الملعب، يعني الاثنين اللي موجودين في نص الملعب هم عندهم مهام هجومية كتير، يعني أحمد كوكا بيعمل الثرو باس بشكل كويس، أليو دانج بيكمل بشكل كويس، لكن أنا بتكلم عن الربط في الهجمات، في البنى، وأنت بتبني الهجمة مفيش ربط ما بين المهاجمين وما بين نص ملعب والديفنس، الربط ده مفتقدينه، إحنا اتكلمنا عن القصة دي وقلنا إن في مشكلة تكتيكية أو مش مشكلة، قلنا في رؤية فنية بالنسبة للمدير الفني لتجربة بعض اللاعبين، خلاص أنت النهاردة بتشتغل على الحتة دي النهاردة، بس أتمنى إن شاء الله المباراة يعني بشكلها وبطبيعتها وبأدائها ده ما تروحش في حتة إن إحنا إيه إن النادي الأهلي يتغلب يعني. ولكن من الممكن إنه يستعين ببعض الموجودين على الدكة الشوط الثاني. بره حسين الشحات، بره كهربا، بره عبد القادر، بره تاو، يعني عندك أسماء كبيرة إمكانيات وقدرات فنيه كبيره، ممكن لو قدر الله في حاجه او الراجل حس اي خلل ممكن او اي خطوره ممكن طبعا يستعين، ما عنده خمس تغييرات. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لتاهيل فوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع حضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.